ارفع رأسك فوق، أنت مسلم. تركيا تحقق انتصارا دبلوماسيا ساحقا على فنلندا والسويد. بعز عزيز انتصرت تركيا وحققت ما أرادته من فنلندا والسويد، حدث تاريخي لن يمحى من الذاكرة. الرئيس أردوغان والوفد التركي يقفون شامخين بعد أن فرضوا كلمتهم على الدولتين اللتين كانتا تدعمان ألد أعداء تركيا. مشهد يبعث العزة والكرامة ليس فقط في نفوس الأتراك بل في نفس كل مسلم. بالأمس القريب وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء توقيع مذكرة التفاهم المذكورة عقب لقاء رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي سولين نيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إلى جانب أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو يينس ستولتنبرغ. وقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو ونظيرته السويدية آن ليندي بحضور زعماء البلدان الثلاثة. صورة لن تمحى من الذاكرة. المباحثات الرباعية استغرقت 3 ساعات وتكونت من جولتين، الأولى كانت قرابة ساعتين وانتهت باتفاق المجتمعين على توقيع مذكرة التفاهم. وحضر الاجتماع الرباعي من الجانب التركي وزير الخارجية تاوش أوغلو والدفاع خلوصي أكار ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألتون والناطق باسم الرئاسة إبراهيم كلن ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان. وفي حديثها قالت مصادر في الرئاسة التركية إن أنقرة نالت ما أرادته من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية. وأضافت المصادر أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان عززت من خلال هذه الخطوة مكاسبها في مكافحة الإرهاب وشددت على أهمية ذكر تنظيمات WPG وPYD وPKK وجولان الإرهابية في اتفاقية دولية بشكل مباشر وصريح. والمفاجأة التي ستسركم أن الاتفاقية تشمل رفع حظر تصدير تقنيات الأسلحة المتطورة إلى تركيا والتي تعتبر ضربة معلم وانتصارا كبيرا لصناعات الدفاع التركية.